حقيقة هذا الأمر هو ما وقع في الزلزال هو شيء مريب ماشي عادي. لا الصور اللي كتوصلنا من تما لا يعني شهادات ديال الناس اللي كنشوفوها من تما. حقيقة ملي وقع داك الشيء هذاك راه في الأول كانت الأمور كتمشي بواحد الطريقة زلزال وصافي 6 درجات، ولكن ملي وصلنا الصور وعشنا داك الفيديوز وشفنا داك الشيء هذاك راه والله النعاس ما كيجيناش. كنباتوا نهضروا ونفيقوا على الزنزال ونهضروا على الزنزال وباغيين نعملوا أي خدمة من أجل أننا نتواصلوا مع الإخوان ديالنا تما. بقاو فينا العيال صغار، بقاو فينا النساء، بقاو فينا الديار، بقاو فينا الحيوانات هما اللي طاح عليهم داك الشيء. قضاء الله لا مرد لقضائه، الحمد لله الحمد لله على كل خير. كنتمنى ان شاء الله ان هذا مور هذا الضر هذا يكون منفعا للمنطقه. اننا الحمد لله تعرفوا بزاف الدوائر داخل المنطقه، كذلك التضامن اللي وقع داخل الوطن كيحسك بالفخر، كيحسك بالانتماء، كيحسك بالقيمه ديال هذا الشعب هذا، بالقيمه ديال هذه الدوله هذه والحكومه ديالها. وبتضافر الجهود الجميع الحمد لله نتغلبوا على اي صعوبات اللي تقدر تواجهنا. وحنا بدورنا حاليا في الميدان كنقوموا بالدور ديالنا الواجب ديالنا الوطني، الواجب ديالنا الكشفي تجاه الاخرين، وهذا اقل ما يمكن ان نعمله ان شاء الله. راه ملي بدا الزلزال ما كرهناش نكونوا حنا تما، راه ماشي انا بزاف الشباب ديال الوطن كاملين كلشي ما كرهش يكون تما مع الاخوان ديالو كيتعاون معاهم. ايوا نتمنى ان الله يرحم الناس اللي توفوا كاملين، والله يقدرنا على فعل الخير، والله يعاون اللي تما كاملين ويعاون جميع الناس اللي كيعملوا مجهودات من اجل تخفيف المعاناه على الاسر المتضرره داخل الزلزال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على المبعوث رحمه الله العالمين. وبعد فهاد المصاب الجلال ساكنه طنجه والنواحي نتقدم بحر تعازي المرحومين فهاد المصاب الجلال واللي مريض الله يشافيه واللي باقي لاقي الحياه، نطلب الله سبحانه وتعالى يخرجوا سالمين غانمين ان شاء الله. وحنا في الدنيا راه مصابين فهمتي، راه انسان الناس كانوا ما بهم فجاه جعل الله عليها سفيله. بالتالي نجدوا الدعاء والرحمه للاخوه اللي ماتوا، الله تعالى يرحمهم ويوسع عليهم، والمرضى الله يشافيهم. وهذا نداء وطالبنا عامة الناس في المغرب كامل يضمنوا بكل ما أوتي من قوة ومن رأس المال ديالهم الحمد لله على كل حال. ونجدد الدعاء ديالنا والله تعالى يوفق الجميع والحمد لله بالعالمين. كأحد ساكنة مدينة طنجة أقدم التعازي لكل متضرري وعائلاتهم زلزال إقليم الحوز. وصراحة جد منبهر بالحملات الإنسانية اللي انطلقت من مدينة طنجة، وصراحة كندعيو وكنطلبوا المزيد من الأشخاص أنهم يشاركوا في هذه الحملات هذه، وباقي الاحتياجات ديال المتضررين بحال الخيام والأواني والملابس الداخلية. صراحة الدعوة اللي كتكون في مواقع التواصل الاجتماعي كاين الصدى ديالها في أرض الواقع، وكنتمناو المزيد والتوفيق للجمعيات لمدينة طنجة اللي اتجهت النواحي ديال إقليم الحوز ومراكش النواحي ديالها. وكنتمناو والدعاء لهاد الساكنة هادي واللي ماتوا بالرحمه واللي باقين بالشفاء العاجل ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.